لمسة عند توني يلعبها على اليسار اسكو خطيرة جدا للريال واحد على واحد اسكو يمر اسكو يعطي اسكو يلعبها ولكنها في الشباك الجانبي ميسي امام هذه الكرة يلعبها اعتلت العارضة وتحولت بعد ذلك الى ضربة مرمى عند انيستا مرة اخرى انيستا يلعبها بيني الله لمسة اليابا يا الهي تصل عند اسكو خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد اسكو يحاول يمر يلعب عرضية كرة يا الهي اسكو في بناء الهجمة لريال مدريد تحرك جانبي مارسيلو اسكو يلعبها لمارسيلو الميرينجي مع كرة عرضية كرة ميرينجي جميل عرضية مارسيلو خطا من جانب بيكي يضع الكرة في مرمى بنزيما خطيرة لريال مدريد خطيرة داخل منطقة الجزاء يلعب كرة عرضية وركنية يا إلهي كرة تصل لراكيتيتش يحاول مع الجهة اليمنى خطيرة لبارسا داخل منطقة الجزاء والكرة دولوفيو داخل منطقة الجزاء يلعبها خطير عند كريم مع اسكو خطيرة لكريم بنزيما مر وكرة لكارفاخال يبعث ركنية لبرشلونة تلعب عرضية محاولة ولكن راسية خطيرة يبعد راماس تغيير سيتم ديانو سيأخذ دورة في هذه المباراة في برنابيو الكل يحييه ويحبه ويصفق له دائما بالكامب نو اي سبيل اللاعبين المحبوبين كريستيانو ترى اهدافه في الكلاسيكو كانت على ارضيه هذا الملعب توني خطيره جدا في الجانب سرعه عند كريستيانو رونالدو على حدود منطقه الجزاء كريستيانو يحاول مع كوره بيكي يتدخل خطيره الى سواريز لويسيتو داخل منطقه الجزاء بكوره في الويسي واحد على واحد جارث بيل يبحث عن كريستيانو بكوره بين اسينسيو واسكو وكريستيانو وداخل منطقة الجزاء تسلل على رونالدو هدف يسجل كريستيانو لكن يلغى بداعي التسلل خان نزلت خطيرة للبرصة مرة سواريز يلعب كرة يا الهي اي محاولات اي برشلونة اي اليوم قوية من اليوم وسواريز وسواريز ركلة جزاء ماذا نعم نعم ركلة جزاء ليو وناماس ميسي وناماس ليو وناماس ليو المرتدة على الانطلاقة على اللمسة على اسكو على التمريرة نحو كريستيانو خطيرة لريال مدريد واحد على واحد رونالدو مر يلعب كورة يا كريستيانو قلب الصغير لا يتحمل شوف اللقطة الرائعة شوف المرتدة شوف اللمسة من اسكو والمرتدة السريعة وين بيكي وين بيكي ذهب أدراج الرياح محاولة من جانب اسينسيو مر اسينسيو يلعبها بينية خطيرة لكريستيانو عطا وبعد ذلك طالت عليه وحكم المباراة إلى ماذا يشير إلى ماذا يشير مرتدة لريال مدريد فاسكيز معها ايضا اسينسيو على الجهة اليسرى يلعبها لاسينسيو خطيرة لريال مدريد اسينسيو يلعب كرة